واحد يقول قد أسدكم قلت في كتابكم ولم يكن من الصالح أن يعرف الشيطان حقيقة المسيح لألا يبذل جهد لعرقلة عمل الفداء، لأن الشيطان لا يحب خلاص العالم وكان يتمنى أن ذلك لا يتم. فهل يعقل أن الرب يخاف من أن الشيطان يعرقل؟ احنا مقلناش ربنا بيخاف، احنا بنقول أنه أخفى عن الشيطان لاهوته لألا الشيطان يعرقل، لكن مقلناش يخاف. كلمة يخاف دي انت جبتها من عندك، لكن الشيطان ممكن يعمل اي عمل يعرقل الملكوت ممكن، لكن من غير خوف. وبعدين سؤال تاني برضه يصل من نفس الشخص، ما رأيكم بخصوص ما جاء في المجموع الصف والابن العسال بخصوص الاعتراف والابن كبر؟ ابن العسال له أخطاء كثيرة جدا، ويريت يجي يوم أقول لكم ما هي أخطاء ابن العسال. هو كان عالما بالنسبة لأيامه، وقد جمع من القوانين ما توافق عليه الكنيسة وما لا توافق عليه، وخلط القوانين المدنية بالقوانين الكنسية، بالقوانين المزورة بالقوانين السليمة، يعني نوع من اللخبطة الشديدة. فليس ابن العسال مرجعا لا يقبل النقد، بل يقبل النقد والنقد الاثنين مع بعض. ما تزعلش عليه، ان شاء الله نشوف له يوم.